سمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه. حيث واجه الرئيس السيسي بالتركيز على امتلاك القدره بتوطين الصناعه والتكنولوجيا الخاصه بقطاع التشييد والبنيه الاساسيه لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عمليه التنميه الشامله التي تشهدها الدوله. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني. واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب خالد فوزي مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة واللواء شريف مازق مساعد رئيس الهيئه الهندسيه للبحوث والتطوير واللواء تامر مختار مساعد رئيس الهيئه الهندسيه للقوات الجويه والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئه الهندسيه لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع ابداع للرخام. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه وقد وجه السيد الرئيس بالتركيز على امتلاك القدره بتوطين الصناعه والتكنولوجيا الخاصه بقطاع التشييد والبنيه الاساسيه لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عمليه التنميه الشامله التي تشهدها الدوله فضلا عن ترشيد الاستيراد وذلك بمشاركه مجتمع رجال الاعمال في قطاعات التنميه المختلفه وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد نصر وما يضمه من قاعات لاسيما دار القرآن الكريم بالإضافة إلى اطلاع سيادته على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية بما في ذلك إنشاء محور دار السلام على نهر النيل بمحافظة سوهاج بطول 28 كيلومتر فضلا عن مستجدات سلسلة المشروعات التي تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل وتطوير الأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اطلع ايضا على جهود تطوير المطارات في محافظه جنوب سيناء خاصه مطارات شرم الشيخ والطور وسانت كاترين الى جانب مطار الغردقه فضلا عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينه شرم الشيخ وذلك في اطار جهود الدوله لرفع كفاءه البنيه التحتيه للمدينه بكافه جوانبها ومكوناتها استعدادا لاستضافتها لقمه الامم المتحده العالميه للمناخ كوب 27 في شهر نوفمبر المقبل كما تم كذلك استعراض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور داخل محيط مجمع استاد القاهرة وربطه بالمحاور الرئيسية في نطاقه الجغرافي